يعني زي ما نقول ايه بقى امتحانات. صح. يعني امبارح كنا بنراجع كده ونقول لهم بنتوقع ايه. فالحمد لله من معظم الحاجات اللي احنا اتكلمنا على الهرمونات اللي بتنظم عمليه السكر في الدم جت في الامتحانات، في الوراثه جت في الامتحانات، يعني كل اللي احنا كنا بنتكلم فيه الحمد لله كان متواجد. الحمد النهارده لله. هناخد مع بعض مجموعه من الاسئله من امتحانات ولادنا اللي امتحنوا النهارده عشان نفيد بيها ولادنا ان شاء الله بكره في المحافظات اللي ما امتحنتش. بإذن الله. طيب انا هبدا معاك بسرعه كده، واول سؤال بيقول لي علل لما ياتي يفضل، طب يا ريت ناخد السؤال على طول، يفضل ماشي. استخدام التيار المتردد بدلا من التيار المستمر. يبقى يفضل الناس اللي بتكتب معانا استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر. يبقى الإجابة ليه بيفضل استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر؟ نقول أن التيار المتردد يمكن نقله إلى مسافات بعيدة، بس لا، يمكن نقله إلى مسافات بعيدة ويمكن تحويله إلى تيار مستمر. يبقى يمكن نقله إلى مسافات بعيدة وقصيرة. اثنين، يمكن تحويله إلى تيار مستمر. تمام. هو طبعا علل يا استاذ حسام، احنا بنبقى دايما متعودين ان احنا بناخد نقطة او نقطتين، وده بتفرق طبعا عن المقارنة. يعني لو بنقول لاولادنا لو السؤال ده جه مقارنه يبقى انا لازم اكتب اكتب تيار كل حاجه. متردد واكتب ايوه. تيار مستمر، وابدا ان انا اوضح نقاط المقارنه، انا بقارن ما بين التيار المتردد والتيار المستمر في ايه. فاحنا بنفيدهم هنا ان ده سؤال ممكن يجي مقارنه وممكن يجي اعلل زي ما حضرتك قلت، بس احنا عايزين ناخد بقى الاسئله بسرعه عشان نلحق يعني، نحل. حتى اللي احنا محتاجين نكتبه جزئيه بسيطه نكتبها لو ما باذن فيش الله. مش ضروري. يعني يعتبر عنصر الراديوم من العناصر المشعه، ده يعتبر سؤال تاني. عنصر الراديوم من العناصر المشعه، برضو اذكر الراديوم السبب. من العناصر المشعة. تمام. ليه؟ أعرف العنصر المشع، يبقى نقول لأن نواته تحتوي على عدد من النيترونات، عدد من النيترونات يزيد عن العدد اللازم لاستقرارها، يبقى عشان كده بقول عليه عنصر مشع. وأمثلة العناصر المشعة الراديوم واليورانيوم والزركونيوم، ديت أمثال العناصر المشعة. طيب في سؤال تاني علل، بيقول لي يتكون راسب أحمر عند إضافة المغنيسيوم إلى محلول كبريتات النحاس الزرقاء. علل. يتكون يا ريت نقوله على طول برضو راسب بالمعادلة، أحمر يتكون راسب أحمر عند إضافة المغنيسيوم، إضافة المغنيسيوم إلى الكبريتات النحاس الزرقاء. هنقول الإجابة بالمعادلة، نقول لأن المغنيسيوم اللي هو Mg بيحل محل النحاس. تمام. ويتكون كبريتات مغنيسيوم MgSO4 زائد النحاس اللي بيترسب اللي هو لونه احمر. يبقى نقول الاجابه ايه؟ نقول ليه تكون راسب احمر؟ نقول لان المغنيسيوم يحل محل الايه؟ النحاس في تمام. محلول كبريتات النحاس، ويتكون كبريتات مغنيسيوم ويترسب النحاس الاحمر. أسئلة تعلي في المعادلات الكيميائية لازم نقول السبب واكتب المعادلة. المعادلة تمام. يبقى هنقول هنا لان هو بيحل محل مين؟ المغنيسيوم بيحل محل محل النحاس. النحاس. وطبعا ده لو جالي سؤال تاني فعلل برضو هقول لانه انشط منه في كيميائيه. أي لانه طيب يسبقه في مسلسلة النشاط تمام. الكيميائي. سؤال تاني برضو بيقول لي بيستخدم الريوستات المنزلق اللي هو المقاومه المتغيره في بعض الدوائر الكهربائيه. يستخدم الريوستات المنزلق في بعض الدوائر الكهربائية. ليه بستخدم الريوستات؟ نقول لأنه يتحكم في فرق الجهد وشدة التيار، أو أقول لأنه يتحكم في شدة التيار. تمام. وبالتالي يتحكم في فرق الجهد. تمام. ودي يمكن برضو احنا بنقول لأولادنا ان الجزئية دي تحديدا ممكن برضو بتتفسر كتير على اساس ان انا اما بحرك الريوستات بغير المفترض ان انا بغير طول طول السلك السلك. اللي بيمر فيه ده التيار. الريوستات بتاعنا اهو. تمام. وادي السهم بتاعنا اللي هو اسمه الزالق. لما بنقل الزالق يعني مثلا الف ب ج، الزالق المسافه دي كده دي قيمه مقاومه، حركته وجبته هنا بقت عند د بقت قيمه تانية. مين اكبر، الف د ولا الف ج؟ نقول له الف ج اكبر، يبقى السلك اطول، يبقى المقاومه كبيره، يبقى شده التيار اقل. تمام. لكن من الف د السلك اقل، يبقى المقاومه اقل، يبقى شده التيار اقل. على عشان كده بقول ان الريوستات وظيفته التحكم في شده التيار عن طريق تغيير طول طول السلك، وبالتالي بغير المقاومه وبالتالي بغير شده التيار، لان علاقه طرديه، لكن مع فرق الجهد ما بين شده التيار وفرق الجهد بتبقى علاقه علاقه عكسيه. عكسيه.
طيب نشوف برضو سؤال تاني علل، بيقول لي انتزع مندل أسديد بعض أزهار نباتات البازلاء قبل نضجها أثناء إجراء تجارب. انتزع مندل أسدية نبات البازلاء بعد عند إجراء تجارب. تمام. ليه انتزع مندل الأسدية؟ لمنع حدوث التلقيح الذاتي. تمام. وهنا برضو نبات مندل غطى نبات البسلة أثناء التجارب، ليه غطى مندل نبات البسلة أثناء إجراء تجاربه؟ عشان مش لمنع بيمنع حدوث التلقيح الذاتي بنقول، لا، لمنع حدوث التلقيح الخلطي. دي إجابة السؤال. لو أقول لك ليه علل، مندل غطى نبات البازلاء. تمام. طيب هنسيب علل بقى ونخش بقى في نوع تاني من الأسئلة. سؤال بيقول أكمل، أكمل وطبعا في سؤال أكمل هنا بيقول لي أكسيد الزئبق ينحل بالحرارة إلى إيه وإيه؟ أكسيد الزئبق طبعا معروف لونه أحمر، بينحل بالحرارة إلى نقط ونقط. النقط الأولية تبقى أكسجين وزئبق، والزئبق دوت لونه فضي. ونفكركم بالمعادلة بسرعة، 2HGO ده اسمه أكسيد زئبق أحمر، بالحرارة يدينا 2HG وده راسب لونه فضي ويتصاعد غاز الأكسجين. تمام. برضو في سؤال تاني بيقول لي يستخدم نقط في قياس شدة التيار. هنقول بقى الأسئلة دي بسرعة شوية لأنها مش محتاجة نكتبها، ماشي؟ يعني يستخدم نقط عشان ناخد أكبر كم بس. يستخدم نقط في قياس شدة التيار بينما يستخدم نقط في قياس فرق الجهد. لقياس شدة التيار بستخدم الأميتر، ولقياس فرق الجهد بستخدم الفولتاميتر. الأميتر بيستخدم لقياس شدة التيار الكهربي ورمزه A، الفولتاميتر رمزه V. الأميتر الوحدة بتاعته اسمها الأمبير، الفولتاميتر الوحدة بتاعته اسمها الفولت. تمام. برضو سؤال تاني بيقول لي تمكن العالمان مين ومين في اكتشاف كيفية إظهار الجين للصفة الوراثية. ماشي. أسماء العلماء مهمين طبعا. تمام. السؤال بتاعنا اللي تمكن العلماء بيدل وتاتوم الاثنين دول في اكتشاف او تفسير ظهور الصفة الوراثية. تمام. في اثنين كمان معاهم، واتسون وكريك. دول اللي فسروا او اكتشفوا تركيب الجين، الدي ان اي. الدي ان اي. تمام. وعندنا هنري بي كوريل. تمام. اكتشف ظاهرة النشاط الإشعاعي. تمام. ومندل طبعا مؤسس علم الوراثة وضع قوانين الوراثة، وأوم برضو وضع قانون أوم واكتشف أو وضع خصائص التيار الكهربي. أسماء العلماء مهمة تمام. عشان بتبقى حتى أسئلة في الامتحانات. لأنه ممكن كمان يقول لي اذكر العمل اللي قام بيه أيوة. كل من يديني هنا أسماء العلماء. وبرضو عندنا عالم مصري ما ننساهوش اللي هو قال عليه أينشتاين، الدكتور علي مصطفى مشرف. تمام. ماشي. طيب برضو في سؤال تاني بيقول لي التفاعل الكيميائي التفاعل هو نقط في جزيئات المواد المتفاعلة ونقط في جزيئات المواد الناتجة. يعني عايز اعرف التفاعل الكيميائي. يبقى التفاعل الكيميائي هنقول هو كسر في روابط جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات النواتج المواد الناتجة. تمام. يعني لو جيت تعريف بنقول له كسر وبناء. كسر في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في المواد الناتجة. المواد الناتجة. طيب سؤال تاني يا استاذ حسام بيقول لي تستخدم الطاقة النووية في الطب. هو احنا خدنا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في اكتر من مجال. هو طبعا في امتحان جاب الطب، ممكن في امتحان تاني يجيب في الصناعة زراعة. او في الزراعة. فنقول في الطب ونقول تستخدم مثلا البارحة. تستخدم الطاقة النووية في الطب في ايه؟ مكتوب نقط ونقط. أول نقطة اسمها تشخيص، والتانية علاج بعض الأمراض مثل السرطان. ده في الطب. طيب لو عايز في الزراعة هقول استخدم في الزراعة في ايه؟ حاجتين اتنين في الزراعة. واحد تحسين بعض السلالات النباتية. اتنين القضاء على الآفات الزراعية. تمام. طيب ده في الزراعة. طب في الصناعة برضو الاستخدام اتنين، واحد الكشف عن عيوب الصناعة، اتنين برضو في الصناعة تحويل
الرمال الى شرائح سيليكون. تمام. ودي تستخدم في الدوائر الكهربائية. تمام. طيب حسام هناخد طبعا تليفونات ونستقبل ولادنا عشان برضو اللي بيبقى فيه اي سؤال قدامه بنحاول ان احنا نساعده. رحمة من القليوبية، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، انا والدة رحمة من القليوبية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بقول لحضرتك كان عندها امتحان النهارده. النهارده القليوبية. وفي سؤال كانت عاوزة تتأكد منه حضرتك. اتفضلي. بص حضرتك، اذا مر تيار كهربي شدته 1 امبير. تمام. مر تيار كهربي في مقاومه مقدارها 20 اوم. في مقاومه مقدارها شدته 1 امبير. اللي شد تيار 1 امبير والمقاومه 2 اوم. 20 اوم. 20 اوم. ايوه. ثم زادت شده التيار في نفس المقاومه. ثم زادت شده التيار للضعف في نفس المقاومه. في نفس المقاومه الى 2 امبير. الى 2 امبير. ماشي. كأن قيمه المقاومه بتساوي حضرتك بتزداد للضعف ولا بتقل للضعف وقبل للنص ولا بتقل للربع ولا لا تتغير؟ طب بص حضرتك، هو احنا عندنا شده التيار اللي هي ت بتساوي 1 كانت 2 بتساوي 20. لما انا زودت شده التيار 2 ايه اللي هيحصل للمقاومه؟ هتقل. انا زودت هنا بمقدار الضعف، يعني الواحد بقى 2، يبقى الشده تقل الى النص. بتقل للنص؟ ايوه. لان المقاومه وشده التيار علاقه عكسيه، تزيد. العفو. في سؤال تاني حضرتك. اتفضلي. في بيقول لحضرتك الاحماض والصلويات تاثيرها على ورقه عباد الشمس. وحضرتك بيقول قارن بين الاحماض والصلويات من حيث تاثيرها على ورقه عباد الشمس. تمام. ماشي. الزرقاء الاحماض بتحمر ورقه عباد الشمس، والقلويات تزرق ورقه عباد الشمس. طب بص حضرتك، هو بيقول لك الزرقاء يعني ايه؟ ماشي. الاحماض بتحمر الزرقاء والقلويات تظل كما هي زرقاء. تاثيرهم الاثنين على يعني في حاله الاحماض وتاثيرهم الاثنين في حاله القلويات. يعني هو قال استخدم صبغه لونها ازرق، لونها ازرق، لما احطها على الحمض اللون بتاعها هيحمر، هتبقى زي ما هي زرقاء. يعني تاثيرها هيفضل زي ما هو. ايوه. على القلويات. طب متشكرة قوي قوي حضرتك، انا بشكر حضرتك والاستاذ محمد على المجهود اللي بذلته. الله يخليك، احنا تحت امركم طبعا، واي استفسارات واي اسئله لاولادنا احنا يعني تحت امرهم. وشكرا لحضرتك. شكرا قوي. وبالتوفيق لرحمه ان شاء الله، وتجيب يا رب الدرجه النهائيه باذن الله. طبعا اسئله مهمه. وهنا في بالذات في الفرق ما بين الاحماض والقلويات، هو بيلخبط شويه على اساس هما بياخدوا جزء واحد. الاحماض تحمر. طيب انا ما انا لو حاطط في حمض يبقى ورقه عباد الشمس الحمراء هتفضل زي ما هي، والزرقاء هي اللي هتحول لاحمر. انما لو حاطط في قلوي يبقى الزرقاء هتفضل زي ما هي والحمراء هتحول الى زرقاء. طيب في سؤال بقى عايزين ناخده برضه يا استاذ حسام، لان احنا راجعنا عليه امبارح، ناخده بسرعه النهارده. بيقول لي بطاريه مكونه من ثلاث اعمده، بطارية القوه الدافعه للعمود، يعني يا ريت نكتب ثلاث اعمده القوه الدافعه للعمود 2 فولت. اعمده. تمام. كوف للعمود 2 فولت. 2 فولت. احسب القوة الدافعة للبطارية إذا وصلت على التوالي وعلى التوازي، وده مباشر جدا وسهل جدا. بالظبط كده. احسب قاف للتوالي وقاف للتوازي. قاف للتوالي بنقول القوة الدافعة الكلية بتساوي مجموع القوة الدافعة للأعمدة. أو هقول قاف للعمود الواحد في عدد الأعمدة. طب عندي كام عمود؟ 3 وكل واحد ب2، يبقى 2 في 3 يبقى بتساوي كام فولت؟ نقول له 6 فولت. تمام. طب ق في التوازي، ق د ك للتوازي بتساوي ق للعمود الواحد. تمام. يعني هتساوي كام؟ هنقول له بتساوي 2 فولت، يعني هتظل كما هي. تمام. وطبعا احنا يمكن امبارح كنا اتكلمنا في الجزئيه دي تحديدا، وقلنا ان هو ممكن التوصيل على التوالي بيديني اقوى قوه دفعه واكبر قوه دفعه، وعلى التوازي اقل قوه دفعه. وطبعا قلنا لو هو بيبقى رقم معروف طبعا، يعني اقل قوه دفعه هنا مثلا معانا 2، يبقى اكبر قوه دفعه لو هم 3 هيبقى 6. طب لو قال لي هات 4 عايز اوصل بحيث ان انا احصل على قوه دفعه مقدارها 4، يبقى هوصل 2 على التوالي وواحد على التوازي. يعني اللي عايزين نجيب قيمته بنحطه على التوالي، واللي هنفضل قيمته على التوازي بيتفضل بنحطه على التوازي. وده طبعا حلينا المشكله دي امبارح. نشوف ده. معانا علياء من المعادي. اهلا وسهلا. الو 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 الو. ايوه علياء، ازيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. في عندك أي سؤال كده يعني محتاجانا فيه؟ سؤال؟ عايزة يعني في حاجة واقفة قدامك عايزة تسألي فيها؟ نعم. اتفضلي. تحيط ببعض الكواكب حلقات سحابية مثل حلقات كوكب سحت. تمام. بس أنت عايزة ده علل طبعًا. نعم.
بس احنا كده كان في ده الترم اللي فات في الفصل الدراسي الاول ده. هو انت هتمتحن الترمين عادي بس ده كان في الفصل الدراسي الاول. انت بتمتحني العلوم كله كامل فصل دراسي اول وتاني؟ لا لا ده في الفصل الدراسي الاول اللي هي الارض والمجموعه الشمسيه كان في الفصل الدراسي ده بسبب الأول. وجود غلاف جوي. الغلاف الجوي اللي موجود حواليه بسبب وجود الجاذبيه، بس طبعا ده مش في الترم دوت خالص. انت جايب السؤال ده منين بقى؟ لا خلاص هو اعرفي بس ان هو ده في الفصل الدراسي الاول تمام. نعم احنا يعني عشان بس ما تشغليش بالك بيه ونقعد احنا نقول وقتنا فيه ونقول لك ان هو جاي نتيجه طب. ايه في سؤال تاني عليها؟ لا انا كنت عايزه اشكر بس الاستاذ حسن عشان بيجيب اسئله كريمه بجد، شكرا ليك. ماشي شكرا يا حبيبتي، شكرا يا علياء. طيب نشوف بقى سؤال تاني برضه يا استاذ حسام، بيقول لي اكتب المفهوم العلمي او المصطلح العلمي الماده التي تعطي اكسجين او تنتزع هيدروجين اثناء التفاعل. الماده التي تعطي اكسجين اول ما قال الكلمتين دول يبقى على طول اكتب العامل المؤكسد من غير ما اكمل بقيه السؤال لان مجاوب نفسه. الماده اللي بتعطي الاكسجين، طب اللي بتنزع الاكسجين يبقى اقول له العامل المختزل. تمام. ولو قلنا عمليه هتبقى يبقى طبعا اكسده او اختزال او الاكسده والاختزال. يعني ماشي. احنا بنقول برضو لاولادنا نقط سريعه كده ناخد بالنا انه لو قال لي عمليه كيميائيه يبقى انا في الحاله دي بقول يا الاكسده يا الاختزال. انما لو قال لي ماده يبقى انا عامل مؤكسد او عامل مختزل. ويمكن انا كنت شايف في امتحان هناخدها برضو لان في الامتحانات اللي معايا 2 ان ايه، يا ريت حضرتك بس تكتب معايا المعادله دي 2 ان ايه زائد سي ال 2 س ايوه يديني 2 ان ايه بوزيتيف طبعا. هو كاتب سي ال نيجاتيف او هو السؤال دوت موجود في الامتحان فعلا مع حضرتك بس اكتر من صيغه بس اتنين اتنين ده معنى كده ان هو متكرر فمهم. تمام. هو الراجل هنا كاتب لك الموجب وكاتب لك السالب فبيغششك الاجابه. يعني بيغششني ازاي؟ هو سالب يعني بيكتسب، وما دام اكتسب يبقى اسمه عامل مؤكسد. طب يبقى مين العامل المؤكسد؟ اللي هو الكلور، يبقى كده انا جبتها من اشاره السالب. الموجب اللي هو فقط يبقى الصوديوم. يبقى نقول العامل المؤكسد في المعادلة دي هقول له Cl2. تمام. طب والعامل المختزل هقول له الN A. عرفتهم منين؟ من الإشارات. N A موجب يعني فقد، وما دام فقد يبقى حصل له أكسدة يبقى عامل مختزل. السالب اكتسب، وما دام اكتسب يبقى عامل مؤكسد يبقى حصل له اختزال. هو نفس السؤال وهنحطه بالطريقة التانية اللي كانت موجودة في امتحان تاني عشان يبقى جاوبناها مرة واحدة. 2 N A زائد Cl2 س بيدينا 2 NA Cl، وهنا مش كاتب اشارات لا موجب ولا سالب. تمام. بس قال علما بان ال NA بتساوي 11 وCl بتساوي 17. تمام. مين العامل المؤكسد ومين العامل المختزل؟ طبعا طيب العامل المؤكسد والمختزل هنوزع الاول ال 11 توزيعها 2 8 1 اخر واحد يعني فقد، وما دام فقد يبقى حصل له اكسده. Cl اللي هي 17 2 8 7 يعني هيكتسب يبقى حصل له اختزال. طيب. يبقى انا كده وزعت من خلال التوزيع قدرت اعرف الموجب والايه والسالب. يبقى العامل المؤكسد هقول له Cl2. طيب. والعامل المختزل هقول له 2NA. تمام. ودي كانت اضافه كمان لعمليه الاكسده والاختزال لان احنا قلنا عمليه الاكسده هي اضافه اكسجين او نقص هيدروجين. هنا بقى الاكسده اللي هتزود كمان بقى او فقد الكترونات او اكتساب الكترون. تمام. فقد الكترون يبقى حصل اكسده، اكتسب الكترون يبقى حصل اختزال. دي عمليه، دي العمليه. والعامل المؤكسد هي الماده اللي بتكتسب الكترون او اكسر، والعامل المختزل هي الماده اللي بتفقد الكترون او اكسر. طيب برضه استاذ حسام نشوف تليفوناتنا اللي احنا بنتمنى انها تزيد عشان كل اولادنا اللي بيبقى فيه عنده اي سؤال يقوله لنا النهارده في المراجعه. نروح بقى الفيوم مع منى. منى الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. يا منى عامله ايه؟ الحمد لله. امتحاننا بكره ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بالتوفيق والدرجه النهائيه باذن الله. ان شاء الله. يلا قولي لو في اسئله عندك تحت امرك. لا انا ما عنديش اسئله، انا عايزه اسال. انت عايزه تسالي؟ أوه. طيب يا منى ماشي نسالك سؤال سريع كده يا منى. ما المقصود بكل من الصفه الوراثيه؟ الصفة التي تنتقل من جيل لآخر. تمام. صح. وأنواع الصفات طبعا أنت عارف. إيه هما؟ في صفات مكتسبة. مكتسبة. في صفات وراثية. وراثية. الوراثية زي ما أنت قلت بتنتقل من جيل إلى آخر، إنما الصفة المكتسبة لا تنتقل من جيل لآخر. تمام. لا تنتقل من جيل آخر. طب نقول كمان برضو الحمض. الحمض يحمر ورقة تعبد الشمس. لا عايزين تعريفه، تعريفه مش خصيته مش خواص. لو حابه تعرفيه تقولي ايه في الحمض؟ طبعا انت كنت واخداه في المواد المحاليل. المواد الكيميائيه اللي هي المحاليل. المحاليل. طيب نقول يا استاذ حسام تعريفه برضو. هي مركبات كيميائيه تعطي عند ذوبانها في الماء ايون هيدروجين موجب. يبقى الحمض اهو بكتبه اهو
هو سمعانا يا منى؟ مركب مع حضرتك كيميائي. ده التعريف يا منى مش الصفه. يعطي عند ذوبانه في الماء ايون هيدروجين موجب. طب لو قلنا بقى القلوي بالمره نفس التعريف, بس هقول ايون هيدروكسيد سالب. يبقى القلوي هي مركب كيميائي يعطي عند ذوبانه في الماء ايون هيدروكسيد سالب. طب والملح هي مركبات كيميائيه تنتج من تفاعل حمض مع قلوي. ويدي يمكن حمض مع قلوي تمام, وبنطلق عليه عمليه التعادل. يعني برضو يا منى عشان لو جات لك ده سؤال في الامتحان والتعادل, يبقى هي عمليه كيميائيه نتيجه تفاعل الحمض مع مين؟ مع القلوي. مع القلوي. ماشي يا منى, بنشكرك وتابعي معانا طبعا الحلقه ومجموعه الاسئله اللي احنا مجهزينها لكم. نروح بس المعادلات كده عشان احنا قصرنا امبارح شويه في المعادلات الكيميائيه. اتفضل. بيقول لي هنا وضح بالمعادله الكيميائيه, وبدل قال لي معادله كيميائيه يبقى لازم المعادله تكون رمزيه وموزونه زي ما بنقول. تفاعل الصوديوم مع الميه, صوديوم اللي هو 2Na تمام مع الميه اللي هي 2H2O تمام, صح, بيديني هيدروكسيد صوديوم 2NaOH زائد H2 زائد هيت, وما بكتبهاش او بكتبها انت حر تمام. يبقى هنا هيدروكسيد صوديوم زائد غاز الهيدروجين تمام. ده طبعا التفاعل ده اول معادله معادله رمزيه موزونه تبقى معادله صحيحه. طيب نترات الفضه مع كلوريد الصوديوم, نترات الفضه AgNO3 مع كلوريد الصوديوم NaCl يديني NaNO3 اللي هي نترات الصوديوم زائد AgCl, ودوت راسب ابيض تمام. طيب سؤال تاني يا استاذ حسام برضو في الكيمياء نحاول نخلصها معاهم شويه. بيقول لي ما اثر الحراره على كل من اكسيد الزئبق الاحمر, اكسيد يا ريتنا كنا خدناها في ورقه لوحدها. طب عشان طب نكتب بقى على طول, يعني انا هقول حضرتك اكتب لي معادله اكسيد الزئبق الاحمر HGO ده تمام. اكسيد الزئبق الاحمر سام حراره يدينا 2 HG ودوت لونه فضي, ما انساش الاسهم في المعادله, والوزن زائد O2 وده غاز بيتصاعد تمام. كبريتات النحاس CuSO4 سام حراره يدينا CuO زائد SO3 ودوت غاز بيتصاعد تمام. واكسيد النحاس ده لونه اسود, ونترات الصوديوم تمام 2NaNO3 بالحراره هتديني تدينا 2NaNO2 زائد O2 تمام. يعني طب لو قلنا كربونات الصوديوم تنصهر دون ان تنحل, طب يا ريت, لكن كربونات النحاس نقول له بقى دي اكسيد النحاس وثاني اكسيد الكربون. طب برضو ناخد سؤال كده, ازاي اتعرف على الغاز الناتج في كربونات النحاس ماشي. اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي اللي هو CO2 CO3 سهم حراره أيوة. تدينا CuO ودوت راسب اسود زائد CO2 ودوت غاز يعكر ماء الجير. يبقى لو قال لي كيف يمكن الاستدلال على هذا الغاز, هنا برضو نقول كل بقى الغازات, غاز الاكسجين هنقرب له شظيه مشتعله تزداد اشتعال تمام, ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير, وغاز الهيدروجين بيشتعل بفرقعه أيوه. وغاز تمام. الهيدروجين بيشتعل بايه بفرقعه. يا ريت ناخد كده معادله احلال بسيط ماشي. لاحلال فلز محل هيدروجين الحمض, يبقى عندنا الزد ان الهيدروجين زائد ال 2 اتش سي ال تمام, بيدينا زد ان سي ال 2 زائد غاز الهيدروجين اللي هو اتش 2. هنا احلال فلز الخرسين محل هيدروجين الحمض, وفي التفاعلات الثانيه لو قلنا حديد يبقى برضه 2 HCl نفس النتيجه FeCl2. في سؤال عند حضرتك في الامتحان سؤال ذكي قال لهم نتيجه تفاعل النحاس مع حمض الهيدروكلوريك وكاتبها لهم يديك ايه في الاختيارات, قال له بيدي لك كلوريد نحاس ده الف, ب بيدينا هيدروجين, ج ألف وبه معا, دال لا شيء مما سبق تمام. لا يحدث تفاعل. طبعا النحاس أقل نشاطا من الهيدروجين, يبقى ما فيش تفاعل. يبقى لا هيكون كلوريد نحاس ولا هيكون هيدروجين ولا ألف وجيم. أما الإجابة نقول له إيه؟ لا شيء مما سبق تمام. طيب في برضو يا حسام على نفس أسئلة المعادلات اللي احنا كتبناها دلوقتي, احنا قلنا مثلا ايه اكتب معادلة, او ساعات بيقول لي في الامتحان ما اثر حراره فبكتب معادله, ممكن يديني برضو العمليات الكيميائيه من ضمن من جمل اختياريه بالظبط. يعني انا قدامي سؤال في الامتحان بيقول لي اهوت الانحلال الحراري هنقوله على طول لكبريتات النحاس يمكن لسه كان قدامنا بيعطي اكسيد نحاس ونقط اللي احنا لسه كاتبينها, يبقى كبريتات النحاس اللي هي CuSO4 ده انحلال حراري يعني بسخنها. هو اداني النص الاولاني اللي هو اكسيد نحاس, عايز الثاني
يبقى ثالث اكسيد الكبريت. طبعا هو في الاختيار هنا ثاني اكسيد كبريت، ثالث اكسيد كبريت، كلوريد، اكسجين. طب برضو التفاعل اللي احنا كتبناه من شويه اللي هو نترات الفضه مع كلوريد الصوديوم اي جي، قال لي من التفاعلات NO3 زائد NaCl. ايوه يدينا NaNO3 زائد AgCl ودوت راسب أبيض. هو هنا بقى بيسأل بطريقة تانية، بيقول لي التفاعل دون دلوقتي هل هو من التفاعلات السريعة ولا البطيئة ولا البطيئة جدا ولا المتوسطة؟ ده درس اللي هو بتاع سرعة التفاعل الكيميائي، درس بتاع سرعة التفاعل الكيميائي. في أول حاجة قلنا التفاعلات اللي عندي بتنقسم إلى سريعة جدا، وديت زي الألعاب النارية. تمام. سريعة زي ديت اللي هو الاختيار بتاعنا، يعني طرد الفضة مع كلوريد الصوديوم ده تفاعل سريع. البطيئة اللي هي بتاخد ايام زي صناعه الصابون. تمام. وبطيئه جدا بس اللي هو صدأ الحديد. تمام. وبطيئه جدا 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 اللي هو تكوين البترول والنفط في الايه في الارض. تمام. دي كده اللي هي سرعه التفاعل الكيميائي. مين تفاعلات سريعه، مين متوسطه، مين بطيئه، عشان اهو جه السؤال اهوت يعني مش المعادله. لا وبرده متكرر في نفس الامتحانات بنفس الطريقه بطريقه ثانيه. طب هنروح بس كده استاذ حسام لمنى من البحر الاحمر. الو. ايوه ازيك يا منى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. امتحانك بكره ان شاء الله؟ اه ان شاء الله. طب يلا كده بالتوفيق والدرجه النهائيه. انا عمال اقول لكم اهو ببشركم ان شاء الله بالدرجات النهائيه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. قولي سؤالك. صوب ما تحته خط. تمام. صوب ما تحته خط. تمام. عند تكون الامشاج. عند تكون الامشاج في نبات بزلاء تركيبه الجيني. عند تكون الامشاج في نبات بازلاء تركيبه الجيني. بازلاء في كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول تركيبه الجيني. قولي. تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول تي كابيتال سي سمول ار كابيتال ار سمول ار سمول. فان الامشاج التي تركيبها الجيني تي كابيتال ار كابيتال سي كابيتال ار كابتل تكون نسبتها 75%. لا 25%. 25. تمام. بدل 75 نخليها 25. انت عارفه جت ازاي الاول؟ ايه عارفه جبتها ازاي الاول؟ لا. ليه قلت 25؟ بص يا حبيبي ده احنا شرحناه امبارح، ادي سي كابتل سي سمول ار كابتل ار سمول. عشان اكون الجينات فانا بكتب قلم رصاص كده 1 2 3 4، بقول الواحد مع الثلاثه يبقى سي كابتل ار كابتل، ادي اول تركيب. الواحد مع أربعة سي كابتل ار سمول ده تاني تركيب. اثنين مع ثلاثة سي سمول ار كابتل، واثنين مع أربعة سي سمول ار سمول. طيب السي كابتل ار كابتل موجودة كم مرة؟ مرة واحدة. مرة واحدة ماشي. اه اللي هي سي كابتل، لكن التانية سي سمول ار كابتل، يبقى نسبتها كم في المية؟ نقول له 25 في الايه في المية. طيب ماشي. سؤالك التانية يا منى. سؤال تاني. اكتب المصطلح العلمي. اكتب المصطلح العلمي اتفضلي. النسبة بين الشغل المبذول. النسبة مصطلح العلم. تمام. النسبة بين الشغل المبذول وكمية الكهربية المرة بين نقطتين. طب ماشي انت اللي هتحليها بابا. النسبة بين الشغل المبذول تبقى القانون بس وشوف. وكمية الكهرباء. طب مين اللي في البسط؟ الشغل. صح. ومين اللي في المقام؟ كمية الكهرباء. يبقى دوت بيساوي ايه؟ ايه اللي ناقص؟ اللي هو فرق الجهد. فرق الجهد ده قانون فرق الجهد. ده قانون فرق الجهد. المثلث بتاعنا هو يا حبيبي هنا الشغل وهنا كاف وهنا جيم. الشغل على كمية الكهرباء يساوي فرق الجهد. طيب. حاجة تانية منا؟ لا شكرا. شكرا يا منا، ودايما كده احنا تحت امركم في انتظار اتصالاتكم واي اسئلة طبعا ولادنا محتاجينها احنا معاهم النهاردة. طيب برضو خلينا على اكتب المصطلح العلمي. اصغر وحدة بنائية للحمض النووي الدي ان ايه، ويتكون من جزيء سكر خماسي ومجموعة فوسفات وقواعد نيتروجينية. اصغر وحدة بنائية. تمام. للحمض النووي اللي هو دي ان ايه، ويتكون من سكر خماسي وقواعد نيتروجينية ومجموعة فوسفات. كلمة تقيلة قوي بس سهلة. اسمها نيوك ليوتيدا. ماشي. بقول لك الوحدة أصغر يبقى أقول له واحدة بس، أقول له نيوك ليوتيدا اللي هي بتتكون من سكر خماسي وفوسفات وقواعد النيتروجين. طيب وحدة قياس الإشعاع الممتص. ده السؤال ده قليل قوي بس جه كتير في الامتحان. وحدة قياس الإشعاع الممتص اللي هي اسمها الريم. تمام. والإنسان بيتحمل لحد 5 ريم، أكثر من كده يصاب بالأمراض. تمام. طيب محلول لا يمكن إذابة المزيد من المادة المذابة دون تغيير في درجة الحرارة. محلول لا يمكن لا يقبل إذابة المزيد من المادة المذابة عند دون تغيير درجة دون الحرارة. تغيير درجة الحرارة. طيب. مهمة أول كلمة وآخر كلمة. ليه؟ لأن الكلمتين دول هم اللي بيحددوا لي لا يمكن
يبقى شبع، وما دام ما غيرتش الحراره يبقى ده اسمه محلول مشبع. طب هشيل كلمه لا، محلول يمكن اذابه المزيد من الماده المذابه دون تغيير درجه الحراره بقى اسمه محلول غير مشبع. انا شلت كلمه واحده بس. طب محلول يمكن اذابه المزيد من الماده المذابه وهشيل تغيير. تغيير درجه الحراره وهشيل تغيير دون تغيير دي هشيلها، يبقى مع غير درجه الحراره بقى اسمه محلول فوق مشبع. يبقى اخد بالي من الكلمات دي عشان ما استعجلش افرح بالسؤال سهل وقوم جاي كاتب الاجابه بسرعه. فاحنا يمكن في الجزئيه دي كنا وضحنا لهم قوي، قلنا له محلول يقبل في درجه حراره بدل بيقبل يبقى غير مشبع، لسه بياخد اهو. ايوه لو ما قبلش في درجه الحراره يبقى يعني غيرت كلمه خلص. يقبل الى لا يقبل في نفس درجه حراره يبقى مشبع. بالظبط. رجعت اقول يقبل تاني بس في ارتفاع درجه الحراره او بتغير درجه الحراره اعلى يبقى مشبع. محلول فوق المشبع. السؤال طيب. ده برضو موجود بطريقه تانية يقول لك قارن بين المحلول من حيث التركيز. من حيث التركيز يعني هعرف التلات انواع، هقول له يعني ايه محلول مشبع وغير مشبع وفوق مشبع. طيب نروح الصيغه نروح لاسيوط مع سلمى. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا سلمى اخبارك؟ الحمد لله. الامتحان بكره برضو ان شاء الله؟ ان شاء الله. طب ان شاء الله في اي اسئله كده عايزه تساليها لنا؟ انا كان عندي سؤالين. طال ايه سؤالين؟ اتفضلي. سؤالين اتفضلي. استخدام علل. علل؟ ايوه. اتفضلي. استخدام العلل. طب الصوت مش باين. يا ريت نقول بهدوء شويه كده يا سلمى وعلى طول بس. استخدام العامل. استخدام العامل المساعده. استخدام العوامل المساعده. ايوه ها. في بعض التفاعلات الكيميائيه. تمام ماشي. تمام في بعض التفاعلات. تمام. السؤال الثاني. السؤال الثاني. اذكر الأهمية الاقتصادية. الفكرة العلمية. الفكرة العلمية تمام. لمبدأ سيادة الشعر المجعل. لإيه؟ لمبدأ السيادة التامة. لا مبدأ سيادة الشعر المجعل. طب يعني قولي تاني كده. مبدأ سيادة الشعر المجعل. الصوت مش واضح. الصوت مش واضح خالص يا سلمى، احنا عايزين نسمع سؤالك كويس. مبدأ سيادة الشعر المجعد. مبدأ سيادة الشعر المجعد. صفة الشعر المجعد. المجعد. ماشي يا سلمى تابعي معانا الإجابة بقى وتمنياتك حاجة تانية يا سلمى بالتوفيق. ماشي. طيب ماشي. بص يا سلمى، الأولاني استخدام العوامل المساعدة في بعض التفاعلات الكيميائية بعرف العامل المساعد اللي هو اسمه العامل الحفاز. خدي بالك هو موجود في الكتاب العامل الحفاز وبين قوسين مكتوب العامل المساعد. يبقى بستخدم العامل المساعد في بعض التفاعلات الكيميائية ليه؟ الإجابة لزيادة تركيز، آسف، لزيادة سرعة التفاعل الكيميائي أو أقل سرعة التفاعل الكيميائي، لأن العامل المساعد أو عامل الحفاز هي مواد كيميائية تغير من سرعة التفاعل الكيميائي، تغيرها يعني يتزودها يتقللها. يبقى هنا بستخدم العامل المساعد في بعض التفاعلات الكيميائية للتغيير، نقول له الإجابة، نقول له للتغيير من سرعة التفاعلات الكيميائية. التفاعلات الكيميائية أغير سرعتها، يزودها ينقصها. طيب الفكرة العلمية لمبدأ السيادة التامة، آسف، لمبدأ سيادة صفة الشعر المجعد عن الشعر الخفيف. إحنا عندنا في مبدأ السيادة التامة بيقول عند تزوج فردين يحمل كل منهما صفة وراثية مضادة للصفة التي يحملها الآخر فإن الأفراد الناتجة تظهر عليها الصفة السائدة. بس على شرط إن تكون نقية. بالظبط كده. فهنا سيادة صفة الشعر المجعد نقول لأن صفة الشعر المجعد من الصفات السائدة، صفة سائدة تظهر عند وجودها مع صفة الشعر الناعم. يبقى الأساس العلمي بتاعي هقول له إيه؟ مبدأ السيادة التامة. مبدأ السيادة التامة. التام. طيب ننقل كده يا أستاذ حسام لحاجة تانية، يعني نروح لنوع تاني من الأسئلة ننوع معاهم شوية. مسألة. اتفضل. بيقول لي احسب كمية الكهرباء. عايز احسب كمية الكهرباء. كمية الكهرباء. المرة في موصل مقاومته. المرة في موصل مقاومته 2200 أوم. مقاومته 2200 اوم لمدة 20 دقيقة. لمدة 20 دقيقة عند توصيله بمصدر جهد كهربي او جهده الكهربي بمصدر جهده الكهربي 220 فولت. جهده الكهربي 220 فولت. يعني انا عايز احسب كمية الكهرباء. هو مديني المقاومة ومديني الوقت 20 دقيقة ومديني الجهد الكهربي. طيب انا في المسألة اللي زي ديت كده اخد بالي من ثلاث حاجات. واحد هشتغل بأني قانون. انا عندي ثلاث مثلثات او ثلاث قوانين هنقي. لا مش بنقي. في كل قانون او كل مثلث ليه علامة. هنا في عندي ثلاث ارقام 2200 اوم
20 دقيقه 220 فولت. ما دام ثلاث ارقام يبقى حل المساله على خطوتين مش على خطوه واحده. طب هو عايز كميه الكهرباء، المثلث بتاع كميه الكهرباء اهو كاف وت وزين. طب ما في مثلث ثاني بتاع كميه الكهرباء اللي هو الشغل وكاف وجيم، والثالث اللي هو جيم وت وميم. دول ثلاث مثلثات، انا هشتغل بقى واحد فيهم. كل واحد فيه علامه، هنا في الزمن، طب المساله مديني الزمن اه يبقى هشتغل على ده. طب دوت هنا في جول، لا ما فيش، يبقى المثلث ده مش هستخدمه خالص. هنا جيم وت وميم بلقى فيه كلمه اوم، يبقى بستخدم المثلثين دول. يبقى انا حددت المثلثات اللي هشتغل عليها من المعطيات بتاعه المساله. 2200 اوم يبقى استخدم المثلث بتاع قانون اوم اللي هو جيم وت وميم. اداني زمن 20 دقيقه يبقى استخدم المثلث بتاع كميه الكهرباء وشده التيار والزمن. طب هو عايز كاف، اكتب كده كاف تساوي ت في زين. ت فين في المساله؟ ما عنديش ت، يبقى لازم انا اجيب له ت من القانون الثاني. ت بتساوي ايه؟ هقول له جيم على ميم. جيم عندي بكام؟ ب 220 على ميم ب 2200 اقسم الاقيها بتساوي 1 من 10 امبير. كده انا جبت ت. طب عايزين كاف، يبقى هعوض بت اللي انا جبتها ب 1 من 10 في الزمن كام؟ 20. خد بالك ده بالدقيقه، يبقى قول 1 من 10 في 20 في 60 تطلع ب 120 كولوم. طيب اخد بالي مره ثانيه، احنا بيهمنا طبعا مش النتيجه في النهارده، بيهمنا طبعا ان احنا نوصلهم بس ليه ازاي الخطوات. انا اصل بخطواتي طب الى النتيجه. انا مش بعرف احدد، اكتب الثلاث مثلثات في ورقه الاسئله واشوف هشتغل بأي مثلث عشان ما اتلخبطش في الحل. تمام بتاعي. طيب هنروح بقى لزهور من الشرقيه. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا زهور؟ عامله ايه؟ الله يسلمك، ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. امتحاننا بكره برده ان شاء الله؟ اه ان شاء الله. طب يلا بالتوفيق باذن الله، والدرجات النهائيه باذن الله برده ان شاء الله. في اسئله معاكي؟ لا انا عايزه تسالي سؤال يعني سريع كده. طب كان طب اقول لك كان في مساله عندك ممكن. طب لا ما هي مساله، هي مش هتتواصل معانا في المساله. في بس سؤال اهون بيقول لي قارن ما بين الطفره المستحدثه والطفره التلقائيه. الطفره التلقائيه طفره تحدث بفعل عوامل، الطفره تحدث بفعل عوامل بيئيه مثل تعرض الاشعاع ودرجات الحراره المرتفعه والمنخفضه او المواد الكيميائيه، وتؤدي الى التغير بين التنوع بين اصناف النوع الواحد. برافو. اما الطفره المستحدثه فهي طفره تحدث بفعل الانسان للحصول على صفات مرغوب فيها، مثل خاصه في عالم النبات، مثل الحصول على ثمار احلى طعما واكبر حجم. برافو عليكي، ممتازه وبالتوفيق يا رب. كمان سؤال صغير كده يعني اكمل. تنتج الاعمده الكهربيه تيار كهربي ايه، بينما تنتج المولدات تيار كهربي ايه؟ الأعمدة الكهربية تنتج تيار كهربي مستمر، أما المولدات الكهربية فتنتج تيار كهربي متردد. برافو عليك، ممتازة وبالتوفيق إن شاء الله، ويا رب نسمع خير كده ودرجاتكم نهائية بإذن الله. شكرا وبالتوفيق. طيب يعني أنا ببقى مبسوط فعلا من ولادنا لما بيبقوا يعني ربنا يوفقهم طبعا ويكرمهم، مش عايزين نحسد، عايزين نقول لهم بالتوفيق بإذن الله. بسم الله ما شاء الله. طيب يعني لو قال لي هنا الشحنه مصطلح علمي، انا بنقل لحضرتك مجموعه اسئله عشان نغطي اجزاء المنهج. الشحنه المنقوله بتيار ثابت شدته 1 امبير في الثانيه الواحده. الشحنه المنقوله تمام بتيار ثابت شدته 1 امبير في الثانيه الواحده. ثابت شدته 1 امبير في الثانيه الواحده. طيب ايه اللي ناقص في التعريف؟ الكولوم. يبقى هنا المصطلح بتاعي الكولوم. عرفته منين؟ هو قال لي 1 امبير و1 ثانيه. طب 1 امبير في 1 ثانيه يبقى بيساوي مين؟ يبقى بيساوي الكولوم. يبقى التعريف بتاعي الشحنه المنقوله بتيار ثابت شدته 1 امبير في زمن مقدار 1 ثانيه، يبقى اقول له مصطلح اسمه الكولوم. تمام. طيب ماذا يحدث عند اضافه ثاني اكسيد المنغنيز في انبوبه بها فوق اكسيد الهيدروجين؟ ماذا يحدث عند اضافه ثاني اكسيد المنغنيز؟ طبعا ده لسه احنا كنا متكلمين عنه، بس ده بيعتبر مثال ليه يعني. الى انبوبه بها فوق اكسيد الهيدروجين. طبعا هنا فوق اكسيد الهيدروجين هيعمل ايه؟ ده اكنه بالظبط بيقول لك ايه دور العامل المساعد. ثاني اكسيد المنغنيز يعني حطيته ليه؟ ليزيد من سرعه. يبقى ايه اللي يحصل لما احط ثاني اكسيد المنغنيز الانبوبه فيها اكسيد الهيدروجين؟ يزيد من سرعه تفكك فوق اكسيد الهيدروجين الى ايه؟ هيتفكك الى ميه واكسجين. المعادله مش عليا احفظها، بس احفظ النواتج بتاعتها. هنا ثاني اكسيد المنغنيز ليه نفس الوظيفه بتاعه قطعه البطاطا. ليه بقى احط قطعه البطاطا لانبوبه بيها فوق اكسيد الهيدروجين؟ هو هو السؤال، هقول له نفس الاجابه. البطاطا بحطها عشان تزيد من سرعه تفكك فوق اكسيد الهيدروجين الى ميه واكسجين، بس بزود حاجه نقول لانها تفرز انزيم
الاوكسيديز او الاوكسيدايز، والانزيم دوت هو اللي بيزيد من سرعه تفكك فوق اكسيد الهيدروجين الى ميه واكسجين. يبقى كده احنا جاوبنا على حاجتين اتنين في سؤال واحد. طيب ايه فائده البطاطا وايه فائده ثاني اكسيد المنجنيز؟ وطبعا هم بيعتبروا زي عوامل مساعده او حفازه بتزيد من سرعه التفاعل الكيميائي. برضو نروح لشكل تاني من الاسئله، يقول لي صوب ما تحته خط. وهنا برضو عايزين نوصي اولادنا ما غيرش في الجمله غير اللي تحته خط. الخط، لان الجمله بتبقى صحيحه ما عدا الكلمه اللي تحتها الخط. فالسؤال بيقول لي توجد الغده الدرقيه اسفل المخ. توجد الغده الدرقيه اسفل المخ أسفل وتعرف المخ. كمان اهو بسيده الغدد، يعني احنا كده جاوبنا له بسيده الغدد. طبعا الخط تحت كلمه الغده الدرقيه. طيب. يبقى هشيل الغده الدرقيه واكتب الاجابه بتاعتها مين؟ هنقول له الغده النخاميه. والغده النخاميه بتفرز هرمون مهم اسمه هرمون النمو. طيب. ودوت المسؤول عن النمو المستمر لعظام الاطراف والعضلات. طيب. زاد الهرمون بقى الانسان عملاق، نقص الهرمون بقى الانسان قزم. ودي يمكن بيجي سؤال تاني، بس نوديهم لسؤال تاني في نفسه. اذكر السبب العلمي او ليه بتعتبر الغده النخاميه بسيدة الغدد. ده حاجة تانية، سيدة الغدد علل. تسمى سيدة الغدد الغدة النخامية بسيدة الغدد، نقول لأنها تفرز هرمونات تنشط إفراز كثير من الغدد. يعني غير الهرمونات الدرقية. أيوة هي المسؤولة عليهم، زي الغدة الدرقية والغدد الإيه التناسلية. تمام. السؤال تاني بيقول لي شدة التيار الكهربي دي اللي تحتها الخط. تمام. شدة التيار الكهربي هي حالة الموصل الكهربية التي يتوقف عليها انتقال الكهرباء منه أو إليه. الموصل الكهربي. تمام. التي نتبين منها انتقال الكهرباء منه او اليه، انتقال التيار الكهربي منه او اليه. تمام. اذا ما وصل بموصل اخر. طبعا ده بقيه التعريف. طبعا كده التعريف بان شد التيار مش هو ده، امال ده تعريف مين؟ ده تعريف الجهد الكهربي. يبقى ايه هو الجهد الكهربي؟ هي حالة المواصل الكهربية اللي بيتبين منها اتجاه انتقال التيار الكهربي منه او اليه اذا وصل بمواصل اخر. طب شدة التيار الكهربي تعرفها كانت ايه هي؟ هي كمية الشحنات الكهربية المارة خلال ثانية واحدة. تمام. في برضو صحح بيقول لي في العمود الجاف تتحول الطاقة المغناطيسية الى طاقة كهربية. طبعا العمود الجاف. تمام. تتحول، مفيش مغناطيسية. يبقى تتحول، بدل ما اقول طاقة مغناطيسية اخليها طاقة كيميائية. دي الغلط، بدلها اكتب كلمة كيميائية الى طاقة كهربائية. تمام. في سؤال تاني برضو بيقول لي تستخدم نترات الكالسيوم. تستخدم نترات الكالسيوم، ونترات الكالسيوم تحتها خط في صناعة افلام الكاميرات الحساسة. في صناعة او الكاميرا الحساسة. افلام الكاميرا الحساسة. الكاميرا الحساسة. طبعا مدام الافلام يبقى مش نترات الكالسيوم، اسمها نترات فضة. طب الكالسيوم دوت فكرني بحاجة. الكالسيوم عندي اكسيد كالسيوم، وده بيجي في الامتحانات، وكربونات كالسيوم. ايه فايدتهم؟ هقول له اكسيد الكالسيوم ده بيستخدم في ثلاث حاجات. واحد صناعه الاسمنت. اتنين ازاله او تقليل، بلاش ازاله، تقليل حموضه التربه. الثالثه تنقيه المياه. طب دوت مين؟ اكسيد الكالسيوم. طب كربونات الكالسيوم صناعه حاجتين اتنين، الاسمنت والزجاج. طيب ازود بقى عليك كمان، ازود عليك حمض النيتريك. يعني برضو عايزين نقول بعض حمض النيتريك واخوه معاه على طول لازق فيه اسمه حمض الفوسفوريك، والحمض الكبريتيك مع بعض. الاثنين دول مع بعض ليهم استخدام واحد، صناعه الاسمده. طيب ايه في احماض تانية؟ الاستاذ محمد قال لنا حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك ليه ثلاث استخدامات. واحد تكرير البترول، هو كاتب نقطه واحده، هنكتب له واحده بس. طب اثنين صناعه الالياف الصناعية. ثلاثة صناعة البطاريات. طب في حمض تاني؟ عندنا حمض الهيدروكلوريك. حمض الهيدروكلوريك غير حمض المعدة. حمض المعدة وظيفته هضم المواد البروتينية، لكن حمض الهيدروكلوريك ليه حاجتين اتنين، صناعة المنظفات اتنين، تلميع اسطح المعادن المراد طلاءها. تمام. في برضو سؤال معايا بيقول لي بقى ده علامة صح او علامة خطأ، وده برضو نوع جديد اهو عشان احنا بنحاول نمرن ولادنا على كل الاشكال. فضل. تمام. بيقول لي هنا الامبير بيساوي كولوم على فولت. طيب
طبعا الامبير بيساوي كلوم على فولت، مفيش الكلام ده، نقول له ده غلط. امال الامبير، الامبير ليه وحدتين اتنين، يا اما بيساوي فولت على اوم او الامبير بيساوي كلوم على ثانيه. تمام، يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ غلط. طب في حاجه اسمها كلوم على فولت؟ لا، ما عنديش حاجه اسمها كلوم على فولت، عندي في كلوم في فولت اللي هو الجول. تمام. طيب نروح لايه من القاهره كده. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ها، في اسئله واقفه معاكي ولا الدنيا كويسه؟ عندي سؤال. اتفضلي. هو محورين، المحور الاول محور الصدار. ايوه. تركيز السكر في الدم. ايوه. لسه كنت بقول عليها الاستاذ حسام النهارده دي. كويس كده. طب بصي للشكل اللي مرسوم قدامك كده، هو السؤال ده كده هو ده. وتحت الف وفوق ب، مش كده؟ بس تركيز السكر في الدم فوق، الزمن تحت. ماشي يا حبيبي. ماشي تمام. هنا الزمن وهنا التركيز. معانا. عايزه السؤال اكمل لك بقيه السؤال ولا في حاجه تاني؟ اسم الهرمون اللي هيزود السكر من الف ل ب، اللي بيغير نسبه صح. السكر من الف الى ب. ماشي تمام. لا هو بيقول لي والغده المسؤوله. هقول بيقول لي ما الهرمون الذي يسبب التغير. التغير، ما انا قلت لك. ماشي. ايوه بابا. وايه الغده كمان اللي بتفرزه صح؟ تمام. احنا كنا بنتكلم في السؤال ده وكنا بنقول عايزين نجيب اسم الهرمون اللي بيغير نسبه السكر. انت بصي معايا هنا الخط ده كده، ده مستوى السكر الطبيعي، ده المستوى الطبيعي كده، السكر نزل يعني السكر قل. طب احنا عايزين نزوده، ايه اللي هيزود نسبه السكر في الجسم؟ هرمون الجلوكاجون. هرمون الايه؟ الجلوكاجون. طب لو عكسه كان طلع لفوق بقى كده، يعني رسم نفس الرسمه كده وقال لك ده طلع لفوق كده وعايزين ننزله من الف ل ب، يبقى هنا كده السكر زاد، انا عايزه يقل، يبقى اسم الهرمون ما بقاش اسمه الجلوكاجون، بقى اسمه الانسولين. اسمه الايه؟ الانسولين. لكن اجابه السؤال اللي انت سالتيه، السكر عايزين نزوده من الف اوديه للمستوى الطبيعي اللي هي النقطه ب، يبقى معنى كده عايز حاجه تزود السكر اللي هو الجلوكاجون. بيعمل ايه الجلوكاجون؟ عارفه وظيفته؟ ها الجلوكاجون بيقول على طول يا استاذ حسام، يحول الجلايكوجين، بيحفز الكبد، يحفز خلايا الكبد على تحويل الجلايكوجين الى سكر جلوكوز. طبعا يبقى اسم الغده اللي بتفرزه معروفه. طب نقول بقى الاجابه البنكرياسيه اللي هو البنكرياس. كتابه على السريع يا استاذ حسام عشان وقتنا خلاص. يعني احنا يعني مشكله، احنا نفسنا طبعا الوقت يبقى طويل جدا ونقعد مع اولادنا فتره طويله، لكن انا عايز اوصل لسؤال صغير قوي مش هناخد فيه اكتر من دقيقه واحده. يقول لي ماذا نعني بقولنا ان القوه الدافعه البطاريه بتساوي 3 فولت؟ هنا ماذا نعني ان، اي سؤال يجي ماذا نعني ان اكتب التعريف وبعد كده قول الرقم اللي عندك. الرقم. ماذا نعني ان بالكوف دال كاف للبطاريه بتساوي 10 فولت بتساوي 5 فولت؟ اكتب رقم تعريف القوه الدافعه ايه هي. هقول له هي فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي في حالة عدم مرور تيار كهربي. طب قبل ما نقفل في سؤال عند حضرتك في الامتحان في كروتوس، ثانية واحدة. طب يا ريت. هنا في رسم رسمة كده. أيوة. وكاتب هنا ت وهنا جيم ورسم خطين ألف وب كده، الخط اهو الاثنين قد بعض ألف وب، دول سلكين اتنين، السلكين دول مختلفين، مين مقاومته اكبر الف ولا ب؟ هبص كده، ده قيمه فرق الجهد بتاع النقطه الف وهنا قيمه فرق الجهد بتاع النقطه ب، مين فرق الجهد بتاعه اكبر؟ السلك الف. ما دام ج اكبر يبقى معنى كده ان السلك اللي مقاومته الف هو اللي ايه؟ اكبر من السلك اللي مقاومته ايه؟ ب. ليه؟ لان عارفين ان في علاقه طرديه بين ج وم، ج بتزيد يبقى م بتزيد، ج بتقل يبقى م بتقل. طبعا ده سؤال جه في الامتحان وسهل جدا، كان في الاختيارات. طيب. مين مقاومته اكبر؟ اقول مقاومه السلك الف اكبر من ب. طبعا احنا الوقت طبعا مع اولادنا بيعدي بسرعه جدا، واحنا كان بيبقى نفسنا ان احنا نديهم مجموعه كبيره جدا من الاسئله، لكن ظروفنا وقتنا. طبعا في الاخر بنقول لاولادنا يعني كده نتحلى بالصبر كده، بالثقه بالنفس، بالهدوء، بالاتزان. يعني احنا يعني على مدار الفصل الدراسي الثاني كنا معاكم، كنا بنحاول نوضح، وانا شايف نوعيه الاسئله النهارده نوعيه فيها فهم. يمكن اخر سؤال حضرتك حطه يعني بنسال في المعلومه العلميه بس بشكل رسمي،
في سؤال قبل كده برضو انخفاض وارتفاع نسبة السكر جاي بشكل رسم. فاحنا هنا بنمارس مع أولادنا عملية الفهم مش عملية الحفظ. فنقول دايما كده ننظم ورقة الإجابة بتاعتنا إن شاء الله في الامتحان، يعني ما نستقبل ورقة الأسئلة كده نكون هاديين واثقين في نفسنا، نبدأ نخصص كل ورقة لإجابة سؤال، نبدأ بالأسئلة السهلة، يعني الأسئلة اللي هي بتكون طبعا أنا بكتب فيها إجاباتي ومتأكد من الإجابات بتاعتي، عشان كل ما بيمر وقت عليا كل ما بكون جاوبت كل ما بيحدث عندي نوع من أنواع الاستقرار والثقة بالنفس، طبعا مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وانتم ممتازين، درجاتكم كانت في الفصل الدراسي الأول يعني كانت مشرفة، إن شاء الله في الفصل الدراسي الثاني يكون درجاتنا أعلى، وتمنيات أستاذ حسام وتمنياتي وتمنيات كل أسرة برنامج مدرسة على الهواء فريق العمل موجود معنا ليكم بالتوفيق وبالنجاح، وإن شاء الله إن شاء الله تحصلوا على أعلى الدرجات ونشوفكم السنة الجاية كده معنا في الثانوية العامة. وشكرا وكل سنة وحضراتكم طيبين.